قلنا اهم دفاع نقشه قدامه، بالنسبه لهدول راح يكون دفاعنا قدامه مثل ما هلكنا فارس الفتح. مو يعطي باص طويل، ما شو بكون يا توريس يا بشار يا ليت، شو بكون ما يعطي باص طويل، ما يعطي باص. اذا دفعت قدامه تحت السلم، أما يشوفوا يلموا ريبون عندي مشكلة. باسم جماهير هذا الاتحاد وجماهير حلب نوجه رساله له، الله يرحمك صوبك.